تكونوا مليح، تكونوا بصحة جيدة. اليوم رانا أنا وأخونا أمين. صحيح، السلام عليكم. دونك اليوم بإذن الله راهي عندنا رحلة ولا خرجة لواحد المنطقة جد شابة، منطقة تحتها مزكيدة تابعة لولاية المدية، هكذا أمين؟ ولاية المدية. فوالا بالضبط رايحين للبحيرة تاع الضايا، من بعدها نطلعوا على قمة بهذه المنطقة. هذه المنطقة على قمة تاعها راهي 1604 متر. تعتبر الله أعلم ثاني أعلى قمة بالأطلس البوليدي. دونك حنا في لوطورود. على ثم ما تروحوش بعيد، اقعدوا معنا إن شاء الله باش نمتعوكم وتمتعوا معنا ولكم أطهر. حاليا رانا في البحيره تاع الضايا، كما تشوفوا شنو نوروها لكم كامل.